هذه شجرة أرز خضراء لونها، وبجانبها شجرة أرز يبست أغصانها بسبب هذه الأعشاش. أشجار بغابة الأرز بجماعتي كتامة وإساجن بإقليم الحسيمة باتت مهددة، ناهيك عن صحة السكان ومياه الشرب والثمار الأشجار. ما كيطلع لا تفاح لا تفاح لا لينقاس لا أي حاجة، ما كتطلع شي. أي مثمرة ما كتطلع شي. وهذا البيور اللي عندنا احنا هنايا ملي كيطيح عليهم ديك الغبره، ديك البير خصنا نشدو عليهم باش كاع ما كنستعملوهم. ما تقدرش تدور هنا والله، ما تقدر، غير غيسخن غيطيح الارض صافي، ما يبقى لا نعناع لا تفاح لا لينقاس، اي مثمره ما غاتنتجش، غيقضي عليها هو في خطره. هذه واحد 6 سنين كانوا كيعملوا الدواء، كتجي الطائره تعمل الدواء. هذه 6 سنين لا دواء لا يديك لا يخليك. يسميها السكان المحليون بحشرة باربود، معروفة بحوض المتوسط باسم لاشوني بخوسيسيونير، وهي نوع من الديدان تسقط من الأعشاش وتنتقل على شكل سلسلة. شكلت محاربتها لدى مصالح المياه والغابات مشكلا في جميع مراحل نموها. كنحضروا باش يكون التدخل في المرحلة الثانية ديال النمو ديالها، هي عندها 5 ديال المراحل، ولكن غندخلوا في المرحلة الثانية L2 ديال النمو ديالها باش يكون أكثر نجاعة. وكنبغيو باش يكون التدخل ابتداء من شهر 8 شهر 9 بالتنسيق مع مصلحة ديال وقاية النباتات. وجود أعشاش هذه الدودة الجرارة على جانبي الطريق وقربها من الدور السكنية ساهم في تكاثرها، فأضحت تقضي على أشجار الأرز الصغيرة وتقلص نمو الكبيرة في غابة تزيد مساحتها عن 2000 هكتار نواحي الحسيمة.